السلام عليكم اخواني اخواتي، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، تكونوا ان شاء الله بصحه جيده. اليوم ان شاء الله فغنشارك معكم البطبوط ديال نهار العيد في الصباح، ولا تقريبا ديك 3 ايام الاولى ولا 4 ايام الاولى كلها ديال العيد. فكما كتعرفوا كنحتاجوا هذا البطبوط هذا، فهو ده من السم. المهم كنتمنى لكم فرجه ممتعه، ودابا ان شاء الله غادي ندوزو مع المقادير المكونات ديال هذا البطبوط. هنا كما كتشوفوا عندي الطحين ديال الزرع اللي بالنخاله ديالو، وعندي شويه الفرسان. الفرسان راه ما كثرتوش بزاف، يعني واحد الكميه شويه قليله. وهنا انا درت غير واحد القياس شويه قليل، ما درتوش بزاف. راه كيما تشوفوا تنخلطوا هذا الطحين مع بعضياتهم. وهنايا غادي نضيف معلقه صغيره ديال السكر، معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه او الخميره الجافه، ومعلقه صغيره ديال الحليب بودره، ومعلقه متوسطه ديال الزيت. هنا صافي غنبدا نضيف الماء شويه بشويه، وغادي نبدا نعجن. انا بطبيعه الحال اللي عنده العجانه راه كيديرها هكا في العجانه، واللي ما عندوش بحالي راه ما عليه الا بالقصريه. صافي انا كنحاولوا اننا كنجمعوا هذاك الطحين. انا هنايا ما كثرتش الماء، يعني كندير شويه بشويه، لانه ما غاديش نجري العجينه في الاول، غادي نخليها واحد شويه شاده، يعني ماشي قاصحه، وانا غير واحد شوي. لانه حيت مع من بعد غادي غنبدا ندلك، وغنبدا نزيد الماء شويه بشويه. هنايا كنضيف شويه الملحه، وغنضيف لهنا شويه الماء ديال النافع، وحبات حلاوه اللي مرقداهم في شويه الماء، غير فواحد الماء شويه الماء طيب، غير واحد شويه ماشي بزاف. صافي انا من بعد هنا غادي نبدا ندلك هذيك العجينه، وغنبدا ندلك ونبدا نضيف شويه الماء، ندلك ونضيف هذاك المانيت ديال النافع وحبات حلاوه، ومن بعد غنضيف الماء الاخر ثاني. المهم تنحس بها الدلكات مزيان وخدات حقها في الماء، المهم حتى كترخف ليا. المهم حتى كترخف كما كتعرفوا، تبارك الله كلشي كيعرف يعجن البطبوط. صافي هنا من بعد ما دلكت العجينه مزيان ولات يعني هكا مزيانه، صافي ضفت لها هذاك النافع وحبه حلاوه اللي كنت مرقده في داك الماء، ومن بعد ضفت لها شويه ديال الزعتر. دابا المهم انا هنايا كنعاود ندلكها واحد شويه، باش انا حتى غادي هذاك يدخل فيه هذاك سميتو داك النافع وحبه حلاوه وداك الزعتر مزيان، باش المهم كلها كتلبس به، باش ما يبقاش غير في جهه وجهه لا. صافي هنا غادي نضيف له واحد المعلقه صغيره ديال الزبده كما كتشوفوا. صافي هنا من بعد غادي ندلكها شويه مع ديك الزبده تاهي، باش هذه كتدخل فيها مزيان، هذيك الزبده ما تبقاش غير شاده ليا تاهي في جهه وحده. المهم حتى كنحس بها تلبسات مزيان بهذيك الزبده، يعني دخلات مع العجينه. هنا كندلكها واحد شويه ثاني. وهنا كنتمنى اخواني اخواتي، فما تبخلوش عليه بالتعليقات ديالكم ولايك ديالكم، كنتمنى انكم تشجعوا القناه وتدعموها. وهنا كنبغي نعاود نشكركم مزيان. صافي هنايا غادي نخلي هاد العجينه حتى غتخمر ليا. صافي هنا من بعد ما خمرات هنا كما كتشوفوا، فكنحاولوا اننا كنعاود ندلكوها غير واحد شويه، كنديوها نجيبوها واحد شويه. صافي هنا من بعد كنبدا نقطع منها دوك الكويرات صغار، على حسب كل واحد شحال كيبغى يدير، واش كبيرات ولا صغار. انا هنا كنديرهم شويه صغار، يعني ما كنديرهمش كبار بزاف، باش كيجيو تقريبا في واحد القياس مزيان، وما كيكونش هذاك التقطاع مثلا ملي تيكونوا شويه كبار بحال هكا بنادم كيلا كيقطع ويبقى دوك الطروفه. اللهم كان ليه يهز وحده، يهز وحده كامله ويتهنى. صافي هنا كما كتشوفوا انا غادي نعاود نقرصهم كاملين. المهم غادي نخليهم انا غير ساعه نغطيهم واحد شويه، ومن بعد غنبدا نقرص فيهم بحال هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، يعني هكا دغيا كيعطيو الطوع. فهمت طبيعه الحال هنا كنبداو نرشوا الطحين شويه بشويه، مرة مرة ماشي بزاف، غير واحد شوية. صافي هنا غادي نكمل، حتى غادي نكمل داك التكراس ديالهم كاملين، ومن بعد نتلاقاو. انا كما كتشوفوا انا درت المقله كتسخن، هو راه ما خليتوش كيخمر يعني واحد المده، فتقريبا خليت واحد 5 دقائق لا غير.
الجهد اللي خليت المقله كتسخن فقط، غير قرصته درت المقله كتسخن وبديت سخنت المقله بديت كنطيب فيه. انا كما كتشوف انا غير كنحطها كنخليها غير بحال كتشمع واحد شويه وكنعاود نقلبها، حيت علاش ما كنبغيهاش حتى كتبدا تحمر باش ما هكا باش ما يعني باش هكا باش تحاول انها تنفخ. سينا بحال هكا الطريقه كنديرها لها كتنفخ ليا مزيان. المهم انا كما كتشوف راهي بدات كتنفخ، المهم انا غادي نبقى نستمر هكا حتى غادي نطيبو كامل. المهم غادي نخليكم مع لا فيديو حتى من بعد ونعاود نتلاقاو. المهم انا كما كتشوفين انا كنقلبها في الجناب ديالها، كنحاول نطيب الجناب ديالها كامل كنبقى ندور شويه بشويه بشويه حتى كطيب في الجناب، حيت انا صراحه ما كيعجبونيش دوك المهم دوك اللي تيبقاو بايضين في الجناب ديالهم، انا كتعجبني تكون هكا طيبه في الجناب ديالها. المهم كما كتشوفوها هكا دائما كنهزها كنبقى ندور فيها هكا حتى كطيب في الجناب ديالها مزيان، ومن بعد كنخليها تكمل الطياب ديالها من الجويه الاخرين. انا كنحاول ما امكن نحيدو داك الدقيق اللي تيكون في المقله كنحيدوه كندفعو هكاك على جنب. وانا كيما كتشوفوا راه ما رشيت لا بزيت لا بوالو، يعني كنطيبو هكا ناشفه على المقله يعني بلا ما كنرش فيه داك الزيت. صافي هنا كنبقى مستمرين حتى كنكملوه في الطياب. وكان هذا هو البطبوط كيما كتشوفوا على هذا الشكل، هذا يعني كيجي زوين ورطب وخاوي من الوسط، هانتوما كتشوفوه يعني راه خاوي وطيب مزيان. ثم كتشوفوا الرطوبيه ديالته. فكان هذا هو فيديو ديال اليوم، كنتمنى ان ينال الاعجاب ديالكم، وهنا كنقول لكم اخواني اخواتي فما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم والاك ديالكم، كنتمنى لي مشاركه في القناه تشاركوا القناه، وكنتمنى لكم تبعثوا لي بالتعليقات ديالكم. وهنا كنعاود نشكركم مره اخرى وكنتمنى التوفيق للجميع، وكنقول لكم عيد مبارك سعيد وعشركم مبروكه وايامكم كلها مبروكه، والله يدخل عليكم بالصحة والسلامة وعلى جميع المسلمين ان شاء الله يا ربي امين. وكنقول لكم السلام عليكم حتى فيديو اخر ان شاء الله.